لسه مكملين معاكم في سهرة رأس السنة، ونقول يا رب إن شاء الله عام جديد، عام جميل، ربنا يسعدنا، ربنا يحقق لنا كل أمنياتنا وأحلامنا. وما زلنا في سهرتنا في رأس السنة بنكرم المبدعين الموهوبين اللي قدروا يحققوا لفنهم وللناس ومنحوهم الجمال والسعادة. ومن المكرمين النهاردة اللي احنا بنكرمهم في واحد من الناس، إنسان قدر يحقق أحلامه الفنية بالكثير من الجهد والدراسة والسعي والابتكار والفن، قدر يتواصل ويبدع مع أهم وأبرز شركات الموسيقى في العالم وأهم نجوم الموسيقى العالمية، ونجح في تقديم مزيج مختلف من الحضارات والثقافات في الموسيقى اللي بتحمل بصمته وإبداعه الفني، وقدر أنه يصنع لنفسه تجربة فنية بشوف أنها مختلفة ومتميزة تستحق كل التحية والاحترام والتقدير. اسمحوا لي النهاردة أن احنا نكرم في ليلة رأس السنة الفنان المؤلف الموسيقي الكبير العالمي هشام خرمه. كل سنة طيب. وانت حاج طيب يا دكتور عمرو. مش عارف طبعا التقديمة دي الواحد يقول ايه بعديها، بس فعلا بشكرك على التقديمة ومبسوط وفخور ان انا معاكم النهارده في رأس السنة. اسمحلي اولا باسمي وباسم واحد من الناس ان احنا نكرمك، ودي هدية من البرنامج تقديرا على كل الابداعات العظيمة، انك انت مجرد انتقلت الى مرحلة عالمية وكفنان مصري في حد ذاته بنفخر بيه كلنا. بشكرك جدا جدا جدا، و يعني بتمنى نكون دايما عند حسن ظن الجمهور. يمكن كتير ما يعرفوش يعني رحلتك بدأت ازاي، وصلت للعالمية وتحققت زي ما بيقولوا، لكن بدأت في عملك كان اظن في مجال الدعاية والاعلان، مظبوط؟ انا اصلا بدأت كمبيوتر ساينس. انت يو سي جامعة امريكية؟ دي كانت جامعة امريكية كمبيوتر ساينس، شغلت فيها بعد ما اتخرجت لمدة سنة، بس كان دايما الفن والموسيقى بحبها بس بتعامل معاها كهوايه. مين اكتر موسيقيين اثروا في شخصيتك ويمكن كونوا يعني مشاعرك واحاسيسك وابداعاتك في البدايه؟ لا، في الفتره دي طبعا كان الموسيقار العالمي يعني موسيقار عمر خيرت، الموسيقار هاني شنوده، فدول من الناس اللي انا كنت الفتره دي برضو متاثر بيهم جدا. فبس فدرست الكمبيوتر ساينس، اشتغلت فيه. بعد سنة كنت حاسس ان انا محتاج اشتغل في حاجة ليها دعوة بالفن بس في نفس الوقت تبقى وظيفة، فالدعاية والاعلان حسيتها ممكن تبقى هي اللي هتوزن الموضوع ده، ان انا ابقى بشتغل على افكار حملات اعلانية، لو جات لي فرصة اعمل مقطوعة موسيقية الاعلان، اعمل حاجة 3D بس في نفس الوقت في ما هي وظيفة وصبح شراح الشغل. على فكرة دي مشكلة ازلية موجودة لغاية النهاردة عند كل واحد انا بعرفه. لا دي كانت اكتر حاجة الواحد يعني اللي هو عايز ترضي اللي حواليك واللي انت تربيت عليه، بس حافظ ان المزيكا دي هواية. لحد بقى ما جيت مرحلة طبعا مع الوقت لقيت ان هو ده يعني حتى لو الواحد حقق نجاحه او ذاته في شغله دايما حاسس في حاجة ناقصة، لحد ما جت اللحظة بقى اللي هو لا، هي الموسيقى هي اللي انا بحبها وهو ده اللي انا عايز ابقى بعمله فعلا كمجال واحترف فيه. يعني فكرة عمل موسيقى فيها مزج ما بين الثقافات والحضارات مسألة سهلة ولا مسألة صعبة؟ اي حد شغال في مجال الابداع بطبيعة ان العالم بيتغير وانك الالهام بيجي من عناصر مختلفة ممكن يبقى الزهق بيحصل. فانا كنت في الاول خايف اتحط في نوع موسيقي واحد، فقلت ان انا خلاص انا فكرة الفيوجن او المزج عامة عايز ابقى هو ده المبدا اللي انا ماشي بيه في المزيكا، لانه هيديني مساحه ان انا دايما اتعاون مع الات مختلفه، انواع موسيقى مختلفه، جنسيات مختلفه. فلما بدات من هنا لقيت ان انا بالعكس انا بستمتع ان انا اكون لو شغال مثلا حاطط جمله لحنيه معينه، ازاي بعد كده في التوزيع اجرب ادخل اله من حته مختلفه، يعني اللي هو اله من اليابان، اله من عندنا طبعا، ادخل الكترونيك مع صوفي. فالحاجات دي مع الوقت لقيت ان انا دي من اكتر الحاجات اللي انا بستمتع بيها. يعني من حفلاتك المهمه حفلات الاوبرا ومكتبه اسكندريه ومهرجان القلعه، ايه اللي بيميز الحفلات دي عن بعضها؟ لا طبعا الحاجات دي يعني اخر السنه اللي فاتت دي فكره مهرجان القلعه ده، انك بتقابل عدد كبير زي ده من الجمهور، ناس جايه تسمع موسيقى
وبتلعب في مكان طبعا بفخامة القلعة. لا دي ليها طابع تاني خالص، انت بتبقى انا وكل العازفين اللي معايا احنا طالعين عشان تطلع احسن ما عندك، وطبعا كمان هي كانت متذاعة السنة دي، فلا ليها طبعا رهبة وحلاوة مختلفة. برضو الاوبرا والاسكندرية انت بتبقى عارف ان الجمهور ده جاي لك قاطع تذكرة عشان يسمعك، والجمهور حتى بتاع القاهرة بحس انه مختلف عن جمهور اسكندرية، كل واحد ليه طابع. حفلات اللي عملتها بتاعت افتتاح كاس العالم للجمباز برضو وبطولة العالمية لألعاب المية، هل بتفكر فيها ازاي؟ يعني انت بتعمل مزيكا لإيفنت بالشكل ده؟ انا يعني لو هرجع لكلمة المزج او الفيوجن، انا برضو كنت نفسي ان انا اكون بتعاون مع انواع مختلفة من الفن عامة، والفن ده ممكن يجي فيه الرياضة. يعني انا كاس العالم للجمباز ده كان بداية السنة دي، وكانت من اللي احنا بنودعها يعني. اللي بنودعها، اللي كانت من امتع الايفنتس اللي انا اشتغلت عليها، لان هي كانت مزج ما بين الموسيقى والرياضه بالتعاون مع منتخب مصر للناشئين. ففكره ان كل واحد منهم بيلعب على لعبه معينه في الجمباز، عملنا له مقطوعه، وفي الاخر ده كان هو الافتتاح بتاع كاس العالم، فربع ساعه من العزف الموسيقي بالتعاون مع الناس دي كان فيها وراها اخراج وموسيقى وفيجوالز واضاءه، ويعني كان حدث بشكل كبير. ومبسوط ان احنا كمان، يعني ممكن اقولها دلوقتي لاول مره، ان احنا كاس العالم الثاني يتعمل في مصر برضو في فبراير، وده هيبقى اضخم عمل موسيقي رياضي السنه دي، وان شاء الله هبقى برضو معاهم، وبنشتغل دلوقتي مع الاتحاد والوزاره ان احنا نعمل حاجه كبيره ومبهره اكتر. خبر من كويس، هو في اول السنه الجديده بنسمع خبر حلو. بعد بغض النظر لما انت عملت اعاده صياغه موسيقى فيلم شمس الزناتي بتاع الاستاذ عادل امام، اولا خطرت لك على بالك ازاي الفكره ديت، وايه اللي حاولت تقدمه من خلالها؟ وعايز اعرف رد فعل الموسيقار هاني شنودة لما سمعها كان ايه. لا انا الموسيقار هاني شنودة طبعا دلوقتي يعني بتجمعني بيه علاقه جميله. هو الموضوع ان انا كنت عامل اعاده التوزيع ده زمان، ولما بدات احترف كموسيقى فاصحابي اللي سمعوها زمان قالوا طب ما تعملها تاني وترجعها وتلعبها لايف في الحفلات، فعملت كده. وكان ساعتها حتى عزمت الموسيقار هاني شنودة يجي لاول مره، فانا فاكر حتى واحنا بنعزفها هو كان قاعد اول صف فشافه مغمض عينه، فانا مش فاهم هو مبسوط ولا يقوم يمشي. بعديها لا يعني لا الكلام اللي قاله، وبجد الدكتور هاني شنودة دلوقتي علاقتي بيه من اكتر الموسيقيين اللي انا بحترمها وبحبها، هو انسان فعلا وموسيقي فعلا بجد، ومن الناس اللي ممكن اكون باخد نصايحهم كتير قوي الفتره اللي فاتت. خلينا نعيد عليه بقى، كل سنه طيب يا فناننا العظيم الفنان هاني شنودة، كل سنه وانت طيب، ربنا يخليك لمصر لانه فنان عظيم كلنا بنحبه جدا جدا. فرصه تعاونك بقى مع الموسيقار العالمي ياني جت ازاي؟ لا ده كان حصل ان انا لما عملت اول البوم ليا كانوا سوني ميوزك سمعوه وقالوا ان هم عايزين يعملوا سلسله سيديهات تعاون ما بين ثلاث موسيقيين، واحد من مصر اللي هو انت، وواحد من تركيا، وواحد من اليونان. اوكي. انا قعدت شهر مش عارف ان هو ان هو يعني، لحد ما كان قبل ما الـ يعني بيبعتوا لي الديزاين بتاع الالبوم عشان اقول لهم تمام، فبعتين لي ثلاث كفرات تانيين، فانا بقول لهم انت احنا ليه ناقلين الديزاين بتاع ياني؟ فيقول لا ما هو ياني اللي معاك في السلسله. فده كان الشكل التعاون، فطبعا برضو من الحاجات اللي كانت اديتنا دفعه في الاول ان نكمل. يعني في مشوارك في كام البوم؟ في ثلاثه شغال على الرابع دلوقتي، وسنجلز بقى كتيره، يعني سنجلز كتيره، ويعني بيبقى في كذا مشروع بيطلع منهم طبعا البوم زي النهايه. اليقين خد خمس سنين اظن شغل. لا ده عشان انا كنت قبل ما اطلع وقرر ان انا هعمل موسيقى واعمل معاها حفلات، كنت اي فنان بيبقى طبعا متاثر بموسيقيين كتير، فكنت قعدت يعني مسحته اكتر من لا كتير، مسحته وعدت توزيع وعدت تلحين افكار تانية عشان كنت عايز احاول الاقي بس الصوت اللي بيعبر عني. يعني الاغاني الفرديه اكتر اغنيه بتعتز بيها ايه؟ لا هي كل واحده ليها طابع، بس انا اللي بيعجبني ان انا فكره ان انا يعني الالبوم بتاعي انا بكون صاحب الرؤيه، انا اللي ببقى واخد المسؤوليه كامله. لما بتعاون مع فنان او بتعاون في الموسيقى التصويريه مع مخرج وفريق كتابه وانتاج، بتطلع مني افكار جديده. يعني فكره ان
ان اكون بتعاون حتى مثلا مع مغني او مغنيه، كل واحد ليه بصمه بتاعته، وان احنا نحاول نخلق حاله ثالثه ما بيننا، دي بتخليني اجرب حاجات مختلفه. ومن احلى الحاجات اللي دايما بحب اتكلم عليها موضوع سوتس بالعربي، اللي هو الموسيقى التصويريه المسلسل طبعا سوتس بالعربي. انا بشوفها من اهم التجارب اللي انت عملتها. دي كلمني بحبها عنها. قوي. دي فكره ان احنا سوتس ده مسلسل موجود بره وناجح طبعا ومكسر الدنيا، بس هيعملوه كفورمات للوطن العربي، فكان مطالب ان احنا نحافظ على الشكل الاجنبي، بس في الاخر هو لازم يكون فيه الروح بتاعتنا. انا بتكلم ككل حاجه، كتمثيل، كدراما، كموسيقى. فدي طبعا كانت ممتعه، ان احنا ازاي هنعمل حاجه اصليه بتاعتنا بس واخده الطابع الاجنبي بس فيها الالات الشرقي بتاعتنا. فدي ساعدتني بقى ان انا اتعاون مع موسيقيين من هنا ومن بره بشكل لا يعني سوتس من البروجكتس اللي انا بتبسط بيها جدا. كمان كان لي تجربة مهمة في مسلسل النهاية اللي بيعتبر أول يمكن مسلسل عن الخيال العلمي، مظبوط؟ ده كان أول تجربة ليا في الموسيقى التصويرية، وكانت كمان عشان وقت الكورونا، فكانت الضغوطات كلها أكبر مني بكتير. كان أول عمل أعمله وأول عمل ساي فاي فعلا كمسلسل، الناس كلها قاعدة في البيت مركزة، عمل ضغط، بنشتغل يعني في حلقات بتتذاع وبسمع رد فعل الناس وانا شغال على الحلقات اللي جايه، فانا سامع الحلو والوحش ومضطر يعني مطالبين ان احنا لازم نكمل ونبدع للاخر. بس يعتبر من طبعا الاعمال اللي فتحتني بقى لشريحه تانية اكتر من الجمهور، وبدات ناس تسمع حاجتي القديمه، فبعتز بالتجربه دي جدا. انبهرت انا جدا بفيلم 13 يوم، اول فيلم رعب مصري. يوم 13 كان هو فعلا السنه اللي احنا بنودعها، وكانوا يعني قعدنا 3 سنين تقريبا شغالين عليها بسبب الكورونا. فده برضو كان تجربه تانية صدفت ان انا يعني من التعاون اللي انا عملته مع لينا شماميان كتراك، وفيلم يوم 13 ده كان اول فيلم 3D، المقطوع بتاعتي مع لينا شماميان كان اول تراك نعمله بتقنيه الدولبي اتموس طالع من مصر. ففكره ان انا اخد الموسيقى بشكل مجسم للمستمع، لو بيسمع تراك او في فيلم شايف الفيلم بشكل 3D ولازم يسمعه بشكل مجسم، دي كانت من الحاجات بقى اللي حسيت دراستي ككمبيوتر ساينس بدات تفيدك ترجع، في الحته ان انا دي. عاجبني الدخول في الموسيقى مع التكنولوجيا. فكانت برضو تجربه يعني استفزتني ان انا اتعلمها وان انا اخش في مرحله جديده من ان انا اوصل موسيقتي بشكل مختلف. يعني من التجارب جديد. المهمه قوي اللي انا اهتميت بيها في واحد من الناس، الحقيقه تجربه انسانيه عظيمه جدا انت عملتها في 2023، الجلسات الموسيقيه اللي عملتها مع مرضى السرطان في مستشفى الاطفال للسرطان. كلمني عن التجربه دي وانا بهنيك وبشكرك على اللي انت عملته الحقيقه. لا هو انا كان نفسي بقالي فتره اعمل حفلات اللي هي يعني انا حتى سميتها ميوزك ثيرابي، بس مش ما كانش النيه ان انا اعملها موسيقى علاجيه على قد ما هي تتسمع في وقت نعمل حفلات معايا عدد من العازفين قليل، تتعمل وقت الغروب، تتعمل وقت الصيف، ناس قاعده تسمع موسيقى مع المود الحلو والبحر، المود الصيفي الهادي يعني. فاكتشفت ان الناس بالعكس، يعني انا اول ما جربتها حتى قلت للناس قبليها اللي هو انا مش بعمل ده عشان ما تتوقعوش مقطوعاتي اللي بلعبها في الاوبرا، او ده مش حفله، ده تعالوا ناخدها ان هي كانها حاله سيشن لمده ساعه، سيبوا همومكم كده ونتبسط بالمزيكا. لقيت ان في النص لقيت ناس بدات بقى ايه تغمض عينها وتفرد وثابت نفسها مع الموسيقى. فالسنه دي قلت لا، انا نفسي اعمل التجربه دي في مستشفى 57 للاطفال. وكان الخوف الاول ان هم اطفال، ده حتى انا مع المستشفى اللي هو ازاي موسيقى هاديه زي دي الاطفال هيبقوا بيقوموا بيجروا فاتفاجئنا ان لا، الناس والاطفال فعلا تفاعلت وقعدت وكان في تواصل عن طريق الموسيقى، فان شاء الله نكررها كتير يعني.
انا اصارحك، انا من الناس اللي بيسمعوا المزيكا بتاعتك وبيسترخوا جدا. اه جدا. بتعمل لي علاج روحي جميل. لا لا، هي على فكره هي الموسيقى فعلا ليها طبعا، يعني انا شهادتي مجروحه عشان انا بعمل موسيقى، بس انا فعلا لا، انت بتعمل موسيقى جميله ورائعه. ربنا يخليك. هشام، احلامك ايه بقى في عام 2024؟ مشروعاتك ايه؟ نفسك في ايه؟ لا انا نفسي ان شاء الله الدنيا طبعا يعني تبقى احسن، الناس نحب بعض كلنا، نتعاون بشكل نزق، مش هقول بس يعني طبعا بلدنا ومجتمعاتنا، ويبقى دايما في بس تعاون، ونرجع الامل اللي طبعا الظروف العالمية اللي بتحصل مخليها الواحد غصب عنه بيشك بقى، بيشك الفترة الجاية طبعا انا شغلي ناجح، انا ده بتكلم على كل المجالات. مظبوط. فنفسي ان تبقى سنة احسن، والخير يا رب يعم يا رب على الناس كلها يعني. يا رب. بص انا هقول لك حاجة بصراحة، يعني في نهاية حواري الجميل معاك دوت اللي انا مستمتع بيه جدا، عايز اقول لك ان اكتر اسم العمل فني بيعبر عنك وعن موهبتك انا في تقديري شوف بقلبك. ده من لان الموسيقى بتاعتك بنشوفها ونسمعها بقلوبنا، ويمكن ده سر نجاحها ونجاحك. ربنا يخليك. ده من احلى حاجات اللي انا اشتغلت عليها فعلا، ان اشتغلنا ساعتها على العمل ده مع مستشفى على الاطفال اللي بيعانوا من الحرائق، فدي كانت برضو كانت فكره نشوفهم بقلبنا مش بعينينا، كانت يعني بتمنى وصلت للناس برضه. موسيقار الجميل صديقي العزيز هشام خرم، انا اتمنى لك كل نجاح وتالق ومزيد من التحقق في 2024 ومزيد من الانجازات المهمه في مجال الموسيقى. كل سنه وانت طيب. طيب، وبشكرك وبشكر سنه سعيده عليك وعلينا كلنا، ويعني شكرا للتكريم والاستضافه، وبتمنى للناس كلها والمشاهدين ان السنه اللي جايه دي تبقى سنه جميله يا رب، وهي بس الواحد يبقى عنده يقين على اسم الالبوم الاولاني ليا ان هي فعلا هتبقى احسن ان شاء الله. سنه حلوه عليك يا شيخ. في نهايه سهرتنا النهارده بندعي ربنا ان يا رب يكون عام 2024 عام خير وسعاده وبركه على مصر كلها ان شاء الله. يا رب يحقق احلامكم جميعا، يا رب يعني كل انسان ليه امنيه تتحقق، يا رب يشفي كل مريض في العام الجديد، يا رب يسعد كل إنسان وينجح كل طالب وكل طالبة، ويشفي كل إنسان أصابه مرض أو ألم، ويفرحنا بأولادنا ويفرحنا بأحفادنا، ويبارك في بيوتنا ويجيب لها الخير ويبعد عننا الشر، ويجيب لنا كلنا كل الخير والصحة والستر والعافية. يا رب عام 2024 يكون عام خير وبركة على مصر كلها إن شاء الله. بشكركم جداً، دي كانت سهرتنا النهارده في راس السنه. كل عام وانتم بخير بمناسبه حلول عام 2024. اصبحوا على الف خير.